السلام عليكم. اليوم نوري لكم محطة تاع القطار الجديدة اللي تقع في بلدية وسالة. إذن محطة رائعة واللي تقع على خط السكة الحديدية الرابط بين مدينة بوكزول ومدينة الجلفة. نشاهد هنا تصميم رائع، لكن تبقى قضية الصيانة التي سوف تطرح هذه المنشآت. كيف سوف تتصرف هذه المنشأة مع العوامل الطبيعية القاسية في الصحراء؟ وأترككم مع هذا الفيديو الرائع عن هذه المحطة الجميلة، والسلام عليكم.